قبل أن أستعرض مع حضراتكم مراحل التحول الرقمي في ليبيا خلال السنوات الماضية، اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل موظفي ومهندسي قطاع الاتصالات في مختلف المدن والمناطق الليبية، الذين واصلوا في أقصى وأصعب الظروف من غلبوا المصلحة الوطنية العليا وسعوا جاهدين للحفاظ على المشاريع الاستراتيجية للقطاع بغية تحقيق الرؤى الطموحة نحو تطوير الاتصالات وتحسين جودة الخدمات والتحول الرقمي بما يواكب التطور المستمر والسريع لسوق العمل. تقديراً لكل المجهودات الوطنية السابقة، ها نحن اليوم في حكومة الوحدة الوطنية نواصل العمل الدؤوب الجاد لتحقيق كل الرؤى الطموحة التي وضعها من سبقنا من مسؤولين وموظفين في هذا القطاع خلال السنوات الماضية لوضع لبنات بناء اقتصادي رقمي شامل مستدام منسجم مع الاقتصاد العالمي. بادرت وزارة الاتصالات والمعلوماتية عام 2012 بتقديم مبادرة ليبيا الإلكترونية إلى مجلس الوزراء، وتم إنشاء الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية لتعمل على تطوير المبادرة إلى برنامج عملي تنفيذي لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث بدأ العمل رسميا على تنفيذ المشروع عام 2013 لينطلق مشروع الحكومة الإلكترونية تحت مسماها الرسمي الخدمات الإلكترونية وبإشراف لجنة عليا برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الفنية وعدد من العضويات. يهدف مشروع الخدمات الإلكترونية إلى تطوير ورفع مستوى الجودة في ليبيا عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك بالتحول الشامل إلى التعاملات الإلكترونية وربط جميع الأجهزة الحكومية لتبسيط الإجراءات والتعاملات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال والتقليل من ازدواجية نظم البرمجيات وتعزيز مبدأ الشفافية واللامركزية مع مراعاة قضايا الأمن السبراني والاختراقات والتجاوزات التي قد تحدث. وكان الهيئة العامة لأمن وسلامة المعلومات دورها المميز في هذا الاختصاص. قامت وزارة الاتصالات والمعلوماتية بإطلاق مشروع تطوير استراتيجية ليبيا الإلكترونية، وذلك بالاستعانة بأحد بيوت خبرة مختصة لتطوير الاستراتيجية المستهدفة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، وبالتعاون مع المعنيين في كافة القطاعات والجهات الحكومية تم تقييم الوضع الحالي لفهم جاهزية التحول الإلكتروني لجميع الفئات المستهدفة المقدرة ب 27 وزارة و 42 جهة حكومية، وتم توثيق تفصيل أكثر من 600 خدمة حكومية مختلفة يمكن تقديمها إلكترونيا، وتحديد 31 مبادرة و 67 برنامج و 77 مؤشرة مراقبة أداء لتنفيذ الاستراتيجية، كما تم تطوير عدد 23 كراسة من كراسات المواصفات وهي جاهزة للطرح حاليا. على صعيد آخر من استراتيجية التحول الرقمي الشامل في ليبيا، تم إعداد البيئة التشريعية اللازمة لاستراتيجية التحول الرقمي بشكل عام، وتم صياغة مشروع مسودة قانون المعاملات الإلكترونية والذي يعرض حاليا على مجلس النواب للنظر في احتماله، كما تم تطوير البنى التحتية للشبكات ومعدات الاتصالات، حيث تم عام 2017 تطوير شبكات الهاتف المحمول من خدمات الجيل الثالث إلى خدمة الجيل الرابع المطور من الاتصالات. مطلع أغسطس من العام الحالي 2021 تعاقدت إحدى شركات القطاع التابعة مع إحدى الشركات الدولية المختصة لتحديد شبكة الألياف البصرية للاتصالات ولتطوير البنى التحتية وخلق فرص عمل في العديد من القطاعات المرتبطة بالاتصالات وتشجيع الاستثمار. ومن المخطط أن يطال تطوير الشبكة 200 مدينة عبر الكوابل الأرضية والبحرية خلال سنة ونصف تقريبا، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو التحول الرقمي في مختلف أنحاء البلاد. ختاما، وإذ نكرر شكرنا على كافة المجهودات المبذولة لإنجاح التنظيم المشترك لبناء قمة ليبيا الرقمية، نأمل المواصلة في البدء الفعلي لإنجاز ما أسلفنا. نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم.